العلاقة بين الرجل والمرأة ليست شركة، لأن بهذا المفهوم نحن نخسر كثيرا جدا من العلاقة التي أعتقد أن رسم المودة والرحمة التي رسمها الدين الإسلامي ورسمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعادلها أبدا أن نقول مثلا. وأنا يعني أتحفظ لأننا في العديد جدا من المناسبات نقول ألفاظ ويكون لها دلالات خطيرة جدا. العلاقة في الإسلام وعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام لم تنشأ منذ أن تزوج الرجل المرأة أبدا، ولكن علاقة الرجل في الإسلام نشأت منذ وجود الإنسان على قيد الحياة. شوف الحرب التي قادها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عدم وأد البنات، شوف الحرب التي قادها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف دافع صلى الله عليه وسلم عن تعليم المرأة. سيدنا رسول الله يقول من كان له بنت فأدبها ورباها وعلمها كان له كذا في الجنة. القضية في مسألة العلاقات الزوجية أو ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، أعتقد أننا نرتكب في حق أنفسنا جريمة قبل أن نرتكب في حق الآخرين. أعتقد أننا نرتكب في حق مجتمعنا جريمة قبل أن نرتكب في حق الآخرين. أعتقد أننا بالمفهوم الاجتماعي والقيمي أننا قد وصلنا إلى مستوى قيمي لم يكن حتى في الرسائل التي كانت قبل الإسلام. خد بالك كل اللي اتكلم كان بيقول لك احنا بناخد من الدين على مزاجنا. ما انا عايز اقول لحضرتك كله كان بيحاول كمان يحشر الدين في الكلام. ما انا عايز اقول لحضرتك على على يعني على هذه النقطة على وجه التحديد، نحن نحترم الرأي ونجله ونوقره، ولكن عندما يأتي الرأي في القضايا التي تمس المجتمع وتمس أمن المجتمع بلا دليل هو ليس رأي ولكنها جريمة. عندما يأتي الرأي بدون واقع تجربة عملية، عندما نأتي إلى أمر يتعلق بالمجتمع كيف نستطيع أن نخرج بأمور لم تطبق؟ لا، ليست هناك تجربة وهناك دراسة وهناك مراكز أبحاث تقول أن التجربة كذا. كيف ببعض المسؤولين على المنظمات أو بعض المسؤولات في بعض المنظمات أو المسؤولين من الرجال يخرجون ليتحدثون للمجتمع حديثا عاما بدون دراسة وبدون وعي وبدون وضع آليات للتنفيذ وبدون دراسة المجتمع بشكل واضح؟ نحن نعاني الآن من خطرين، وأعتقد أنهما كلاهما أمر من الآخر. الخطر الأول هو أن يتحدث الناس في كل الأمور لأنه له متابعون وفقط. تمام. أصل عنده الصفحة بتاعته عندها 5 مليون متابع. والخطر الثاني وبذلك هو عنده صك أنه يتكلم في كل المواضيع ويفتي في سواء كان يعلم أو لا يعلم. الخطر الآخر أنني أعتقد أنه قد غاب الضمير وغاب الإخلاص وغابت القيم وحضر الترند. أصبحت الآن المكاسب المادية والمكاسب الدعائية والمكاسب التي يتمنى الناس فيها ما يسمى بالشو وبالظهور أكبر بكثير جدا من فكرة القيمة التي هي في الأساس الأساس الذي قام عليه الإسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأن رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق. فعندما تغيب الأخلاق نجد ما يحدث يجي الترند يا دكتور.